خليني اقول لحضراتكم ان ساعات كده بتحصل للواحد رفرفه كده في العين بشكل غير ارادي. الحقيقه انا بقريت يا ديما، طبعا احنا بنقعد نسمع بقى شائعات كتيره، واللي يقول لك اصل في حد بعد شر، طبعا يعني على اي حد بيشوفنا ولا بيسمعنا، اصل في حاجه حد هيموت، اصل في حاجه وحشه هتحصل. لا يا جماعه، دي كلها حاجات شعبيه مالناش دعوه بيها خالص. ده انا عرفت الموضوع ده ان اسمه متلازمه العين الراقصه. يعني هو انا عارفه ان اسم المصطلح غريب شويه، بس اعرف ناس يعني مين بيعانوا منها. بس خليني اقول ان ليها اسم تاني، رقه العين. يعني كل المصطلحات غريبه، بس خلينا نعرف معلومات اكتر عن متلازمه العين الراقصه او رقه العين، ونرجع نكمل معاكم باقي كلامنا. يعني خلينا نقول رقه العين زي ما ديما قالت، او يعني مش ديما ولا انا، يعني هو ده المصطلح العلمي بتاعها زي ما شفنا هي اعراضه ايه. خلينا نقول ان ممكن علاجه يعني بكذا طريقه، ممكن من خلال ان الواحد يلبس نظاره يا ديما، ممكن من خلال حتى في ناس بتعمل عمليه، في ناس بتاخد ادويه، بس طبعا كل حاله بتختلف من التانية، لازم طبعا اكيد استشاره طبيب.